مستغلين حاجتهم في العودة إلى بلادهم. عملية ابتزاز وتجاوزات ورسوم مجحفة تحت لافتة فحص كورونا. الاتهامات طالت مسؤولين بالسفارة اليمنية بجدة. فهل صحيح أن الشرعية أصبحت هي الأخرى تتاجر بأوجاع اليمنيين عوضاً عن تقديم التسهيلات؟ أهلا بكم. اشتكى مغتربون من فرض رسوم عالية قدرها 1300 ريال سعودي مقابل فحص فيروس كورونا للعالقين الراغبين في العودة لبلدهم. الشكوى هذه تحولت إلى قضية رأي عام ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد الاتهامات التي طالت مسؤولين في السفارة اليمنية بجدة بالسمسرة وفرض رسوم مجحفة. السلطات السعودية قامت بإغلاق المختبر والمخول بإجراء فحوصات كورونا PCR لليمنيين العالقين في منطقة شرورة. ردود فعل متعاقبة من اللجنة العليا للطوارئ والقنصلية بجدة. فهل فعلا اشترك مسؤولون في الحكومة الشرعية بابتزاز العالقين؟ ولماذا لم يتدخل الجانب الرسمي إلا بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية؟ حالمون بالعودة إلى بلادهم بعد أسابيع من العجز والوقوف على حدود الوطن. أخيراً تأتي الموافقة للسماح بدخولهم، وليتها لم تأتي. في المذكرة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي يوجه الأخير بالسماح للعالقين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وعلى أن يتم فحصهم على حسابهم الشخصي، ولكنها كلفة باهظة الثمن، الأمر الذي أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول معلومات ووثائق تفيد أن سعر فحص كورونا للراغبين بالعودة بلغ 1300 ريال سعودي. يتساءل متابعون ما هي مهام مؤسسات الدولة في هذه اللحظة الحرجة من عمر البلاد؟ فعوضاً عن تكفل الشرعية بتحمل نفقات فحص العالقين على حساب الدولة، يتهم متابعون مسؤولين فيها بالتواطؤ مع أحد المراكز الصحية بفرض سعر هو الأعلى في رسوم فحص كورونا. تظهر هذه الوثيقة قائمة بعدد من العائدين ممن دفعوا الرسوم من أجل الفحص. الضغط الإعلامي بشأن رسوم فحص كورونا للمغتربين العائدين إلى اليمن بحسب مراقبين آتى أكله. إذ سارعت السلطات السعودية إلى إغلاق المختبر الطبي في منطقة شرورة وإجبار القائمين عليه بإعادة المبالغ لأصحابها. الحادثة تركت ردود فعل رسمية وشعبية، إذ تعالت الدعوات المطالبة بكشف السماسرة من جانب الشرعية المتورطين بهذه الصفقة، فيما طالبت اللجنة العليا للطوارئ القنصلية بجدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا للمواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن. القنصلية اليمنية بدورها نفت ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بالاتفاق مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحوصات لليمنيين الراغبين بالعودة، لكنها ألمحت في بيانها إلى أنه وفي حال وجود ما يثبت صحة ذلك فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. فهل ستتمكن من معرفة المتورطين أم أنها شرعية لا تجيد سوى تكريس مأساة المغترب اليمني وزيادة معاناته؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدبلوماسي السابق مصطفى النعمان عبر سكايب من المنامة، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور. أهلا بك أستاذ مصطفى. أنت كتبت على مشكلة العالقين اليمنيين في السعودية والذين تطلب منهم القنصلية اليمنية عمل فحص كورونا PCR ب 1300 ريال من أجل العودة للوطن، كيف تعلق على هذا الخبر؟ أولا أحب أقول أن قصة بيان النافي أو تنصل الكل الآن من المسؤولية وإلقائها على الدبلوماسي الموجود في شرورة هو محاولة لتغييب الحقيقة وإلقاء المسؤولية على هذا الدبلوماسي. في بروتوكول أصدرته الحكومة
بتاريخ 19 مايو 2015، يعني قبل حوالي 11 يوم، يعني بعد وقوع الوباء وبعد انتشار الوباء بأكثر من 3 أشهر، يعني أن الحكومة أصلا لم تتحرك إلا بعد 3 أشهر. في هذا البروتوكول الذي وزع بالنص يقول أن وزارة الخارجية تكلف القنصلية في جدة لتحديد مختبرات تجري هذه الفحوصات وموافاة اللجنة بها، يعني أن القنصلية بعد ما ترى هذا المختبر أو ذاك هو المعتمد تبلغ اللجنة الذي يأسسها نائب رئيس وزراء باسمها، ولا بد أن تكون قد اتفقت مع هذا المختبر أو ذاك عن السعر. الآن المشكلة الذي طرحت إنه اللجنة نفسها قالت إن الفحوصات صالحة ل 48 ساعة فقط، معنى ذلك أنا لو عملت الفحص في الرياض أو عملت الفحص في جدة أو في مدينة بعيدة عن المنفذ الذي سأدخل منه لن أصل إليه إلا بعد أن تكون، لأني محتاج إجراءات بعد أن أخذ النتيجة، أحتاج إجراءات الخروج من المملكة، معنى ذلك أن لن أصل إلى المنفذ إلا بعد أن يكون 48 ساعة في أغلب الأحيان قد استنفذت، وبالتالي الشخص الذي اتفق مع المختبر في منفذ شرورة هو أكيد اتفق معه باعتبار أن هذه المسألة صارت مثل الاحتكار، يعني المنفذ المختبر في شرورة هو الوحيد، المبلغ اليمني سيكون مضطر له ليدفع حتى لا تطول إقامته في المنفذ ويعاني، وبالتالي أنا لا أرى أن الشخص هذا الآن، أنا متأكد أنهم سيعاقبوا هذا الشخص المنفذ في شرورة، يعني نعم سيبحثون لهم عن ضحية أو كبش فداء كما يقال. هذا من الذي أرسله؟ من الذي وافق على هذه الإجراءات؟ من الذي أقر المختبر؟ من الذي قبل أن اليمن يدفع هذا المبلغ؟ ثم أن هذا من الناحية الإجرائية. من الناحية الأخلاقية، أن هؤلاء الذين مضطرين أن يعودوا إلى اليمن هم مضطرين يعودوا لأنهم بغير أعمال أغلبهم في السعودية، وبالتالي أنا عندما أبتزهم أو أن أضعهم ضحية لهذا المختبر ليبتزهم ب1300 ريال سعودي وهم أصلا خارجين لأنهم بلا عمل عائدون إلى بلادهم، يعني المسألة فيها الجانب الإجرائي وهو تتحمل الحكومة كاملة، لا أحد يجي يقول إن القنصلية هي المسؤولة، القنصلية لها وزير خارجية مسؤول عنها، هو مسؤول أيضا وزير الخارجية حتى له، يعني حتى لو تحدثنا عن بيان النفي أستاذ مصطفى، يعني بيان النفي موقع من أنيس بن عوض بحرثة مدير مكتب رئيس الوزراء، هل هذا الأمر مقنع؟ يعني أولا أن يتم تصرف أحد موظفي الخارجية كالقنصل بقرار مثل هذا القرار وأخذ مبالغ بهذا يعني الكم، ثم بعد ذلك بالتأكيد كان هناك شكاوى وكان هناك اتصالات وكان هناك تساؤلات، لم تعلم الحكومة بهذا كله إلا بعد أن اتخذت السعودية إجراءات حيال الأمر؟ أنا متأكد أنه لولا أن بعض العالقين أخبر بعض أصدقائهم ثم أصبحت المسألة مسألة رأي عام أن المسألة كانت ستستمر، هذه مسألة أنا على يقين منها، لولا هذه الضجة التي حدثت لاستمر الأمر ولاستمر استنزاف مال هؤلاء المساكين المغلوبين على أمرهم والذين هم أصلا مضطرين لمغادرة المملكة وإلا لما كانوا غادروها، وبالتالي قلت لك في جانب أخلاقي. أما قصة توقيع أنيس با حارثة، أنا عملت في الدولة كوكيل وزارة خارجية لعامين، أنا مستغرب عن أين رئيس الوزراء لا يوقع على هذه المذكرات الموجهة إلى وزرائه، يعني ما هي المشاغل التي تمنعه من التوقيع على مذكرة؟ هذا جانب، يعني أنا أتكلم بس يعني كيف مسألة الاستهتار بالقضاء بهذه القضايا، يعني أنه وبعدين كل المذكرات بناء على توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله إلى رئيس الوزراء حفظه الله، إلى نائب رئيس الوزراء حفظه الله، إلى وزير الصحة، وزير الصحة أيضا هذه كمان قضية ثانية، أين هو في كل هذا المشهد؟ يعني المسألة مركبة ومعقدة وتحتاج مش بس التوجه نحو هذا الموظف المسكين الذي أمر، وأنا متأكد أنه سيأخذ فتات من المبلغ الذي
سيسحب من المغترب، يعني لن يحصل على أكثر من قسط صغير، لكن الباقي سيوزع على من هو أعلى منه وأعلى منه وأعلى منه. هذه هي المشكلة الحقيقية، يعني أن ليس هناك حكومة جادة. بالله عليك، كيف أقبل أنا كمواطن يمني أن هذه الحكومة مستعدة أن ترسل المواطنين إلى شرورة، وليس هناك وزير واحد مستعد أن يذهب إلى شرورة ليجلس مع هؤلاء؟ أين، لماذا لا يذهب وزير الصحة؟ لماذا لا يذهب أحد أعضاء اللجنة العليا هذه للطوارئ؟ لأنهم جالسين في أماكنهم مرتاحين مع أسرهم، لا يعنيهم الأمر إلا بالتحرك عبر الواتساب ولا عبر توجيهات، كل واحد يوجه من هو أدنى منه. لكن في النهاية ماذا الذي يحدث؟ هذه الحادثة التي نراها أمامنا. نعم. وستحدث حوادث أكثر. نعم، دعنا نتحدث يعني عن تشكيل اللجنة والتي أصبحت نكتة حقيقة يتداولها اليمنيون، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أحد العالقين، الأخ بشير البيضاني، أحد العالقين في منفذ الوديعة شرور عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ بشير. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله أختي الغالية، ومساء النور. أهلا بك. شرفني أن أكون ضيفا في منبركم، فلكم مني جزيل الشكر والتقدير لاهتمامكم بموضوع العالقين في دول المهجر وتفاعلكم الإيجابي في هذا الخصوص. أهلا بك يا بشير. أود بداية أن تحدثنا يعني كم لكم عالقين، من طلب منكم هذه المبالغ، اشرح لنا كل اللي حصل لكم، تفضل. إلنا عالقين يا أختي العزيزة من 18 رمضان داخل شرورة. نعم. كل ما رحنا لا عند هذا القنصل لا يرضى يخرج علينا في حالات إنسانية محتاجة أن تخرج في أقرب وقت ممكن، لا يرضى يخرج على أحد ولا يرضى يستجيب على أحد. يا أخي العزيزة، حطونا قنصل ليش؟ حطونا يخدم المواطن اليمني، ما حطونا مسؤول يعني يغنط علينا ولا يعني ما يعتبر لنا شيء من هذا الأساس أصلا. هو الشيء الثاني يا أختي، الإيجارات هنا داخل شرورة معروفة غالية، في ناس ما تحصل حق الإيجارات، في ناس ساكنين في عمارات مهجورة، في ناس نايمين على الشارع، وهذا نعم. أهمال من حكومتنا والجراءة، خاصة الـ 1300 ريال حق الفحص هذا الأخير. رحنا قبل يطلع هذا القرار، رحنا لمستشفيات شرورة كامل، مستشفيات الجزيرة ومستشفيات الفرابي هذا اللي هنا في شرورة، وتكلمنا معاهم يا أختي، كلمناهم قلنا لهم يعني نشتي فحوصات كورونا على أساس يخرجونا، يقول لنا ما عندنا القدرة وما عندنا استعداد كامل وتام لإجراء هذا الفحص. أخذنا يوم جاب لنا قرار يقول لك روحوا حطوا فيه متوسط كذا كذا وب 1300 ريال. هل يعقل هذا الكلام؟ هل هذا البحث يعني 1300 ريال في جميع أنحاء المملكة؟ ما هو، لا، 260 ريال 70 دولار يعني عالميا، هذا السعر 70 دولار عالميا، هنا في شروره 1300 ريال حق ايش؟ طيب المبلغ هذا اخ بشير، يعني انتم بكم كان ممكن تلاقوا الفحص في المنطقة اللي انتم فيها؟ وهل المركز اللي تم الاتفاق معه على هذا المبلغ، يعني انت تعطينا مقاربة يعني بكم بيتم الفحص؟ هذا المبلغ الاعلى عالميا لاجراء فحص كورونا. نعم، اتواصلنا مع ناس في الرياض عملون الفحص هذا البي اس ار، يقول لك ب 400 ريال، وفي ناس صلحونه ب 260 ريال، هذا الكلام في الرياض. عندنا هنا في شروره هذا السعر 1300 ريال، في يعني في الموضوع لعبه وفي الموضوع لف ودوران على رؤوس العالقين، يعني اضطروا انهم يستغلوا هذه الظروف اللي نعنيها في شروره، هذا الكلام كله. نعم. طيب هل ألزموكم بإجراء الفحص في مركز معين، ولا قال لكم المهم تعطيني فحص من أي مكان؟ لا، نعم، في شرورة ألزمونا على مركز هذا الفاربي أمس الصباح يسجلوا، والعالم كلها راح تسجل. خذنا لين هناك انصدمنا أن المبلغ 1300 ريال، طبعا ما أحد سجل إلا 5% فقط، الباقي رفضون يسجلون، 95% رفضوا يسجلوا. وصلنا للفندق، أخذنا آخر الليل، جانا مندوب من داخل المستشفى معه الأوراق يقول سجلوا سجلوا أسماءكم ورقم جوازاتكم والفلوس قبل أسماءكم، يعني الموضوع هي شغلة فلوس، ما هي شغلة لا كورونا ولا شغلة، يعني حتى الأجهزة ما هي موجودة عندنا في شرورة، الأجهزة في وزارة الصحة تقول لك ما عندنا جهازات هنا، كيف يصلحون الفحص هذا بالله عليك؟
طيب بعدها يعني الآن مثلا القنصلية بتنفي أو الحكومة بتنفي أنه للقنصلية علاقة وأنهم سيفتحوا تحقيق مع المتسبب أو يعني من قام بطلب هذه المبالغ، ما رأيك بهذا الإجراء؟ هل تحس أنه في لعبة أكبر أو أنه فعلا اجتهد القنصل وقام بهذا التصرف من تلقاء نفسه؟ واحنا لا نتوجه يعني باتهامات مباشره الى قنصل ولا الى وزير ولا الى احد، احنا كعالجين هذا المرحله تم استغلالها من جهات معينه، مو هو شرط اني احدد واحد ولا احدد اسماء يا اخي العزيزه. الشغله فيها لعبه من جهات يعني وراء الكواليس، وهذا الشيء يضرنا، وفي ناس يعني عندهم حالات إنسانية تعبانين ويشتون يروثون اليمن عشان يصلحوا عمليات، حالات إنسانية يا جماعة الخير، رفضوا يعطوهم تصريح حتى حق الخروج، ما رضي يقابلهم لا قنصل، لا رضي يقابلهم لا وزارة، السعودية سلطات السعودية لها كل الشكر والإحترام على التعامل اللي معانا، يعاملونا بكل أعمال طيبة وبكل إحترام وبكل تقدير. هل فعلا يعني تم إغلاق المركز بشير اللي كان متفق مع القنصلية؟ من قبل الحكومة السعودية؟ نعم. رجعوا المبالغ للناس اللي سجلوا؟ أنا اسمي هشام ما هو بشير يا أختي العزيزة. هشام نعم. لكن إذن المعذرة منك، أرجو تعديل الاسم يا شباب في الكنترول. تفضل هشام. هذا المركز هذا اللي سمعنا خبر اليوم أنهم تم قتل فيله وأنهم رجعون الفلوس للناس اللي دفعون أمس، كان يعني دفعوا فوق 300 شخص يعني دفعوا، وتم رجع لهم فلوسهم اليوم، والله مساء محمد على الله، والامور زي هكذا. رجعت المبالغ يعني؟ رجعت لبعض العالجين، بعضهم لسه ما رجعت لهم، يعني بعض العيال اللي اعرفهم انا لسه ما راحوا لها ولا رجعت لهم الفلوس حقهم. طيب ان شاء الله انهم يلاحقون هذا الشيء يعني. طيب ايش تتوقع، ايش الاجراء اللي ممكن تقوم به الحكومه بعد الشوشره اللي حصلت وبعد الاتهامات اللي توجهت لها؟ هل تتوقع انه ممكن يقوموا بعمل الفحص لكم ويساعدوا بادخالكم؟ ما هي توقعاتكم او ما الذي بيدكم الان؟ نحن العالقون لا نطالب بالكثير، نحن نطالب بحقوقنا التي كلفتها لنا الدستور والقانون. احنا نقوم الدوله بفتح المنافذ لاستقبال العالقين، توفير فحص للعالقين او البديل للحجر الصحي، التواصل المباشر مع السلطات المعينه لتصل وتذليل الصعاب امام العالقين. يعني ما هو هذا الشيء. نعم. اذا شكرا جزيلا لك هشام البيضاني احد العالقين في منفذ الوديعه، كنت معنا عبر الهاتف من هناك من شروره. ما رايك استاذ مصطفى؟ يعني مجموعة كبيرة من 18 رمضان، وربما هذا يعني هشام من 18 رمضان، الله أعلم كم في من قبل 18 رمضان، يعانوا الأمرين فعلا، ومع ذلك هناك ابتزاز غير عادي، هناك لا مسؤولية، هناك يعني حتى لا سؤال عن حالهم وعن وضعهم، في حين أن كل دول العالم التزمت بإعادة العالقين، بعض الدول حركت طائرة لإعادة مريض واحد أو عالق واحد. أنا اللي أحزنني فيما قاله العالق الأخ هشام في شرورة، أنه إذا أغلق المختبر الفارابي معنى هذا أنهم سيضطرون للبقاء في شرورة لأيام أكثر، لفترة أطول، معنى ذلك أنهم سيستنزفون ما بقي عندهم من مال، إذا كان عندهم أصلا مال للعودة إلى اليمن. يعني أن صارت الآن المسألة صارت أكثر تعقيدا، وسببها هو الإهمال من بدايته، والإهمال سببه محاولة ابتزاز هؤلاء والحصول على مكاسب من عرقهم ومن كدهم ومن يعني المتاجرة بأمراض الناس. هذه أعتقد أنها أحقر ما يمكن أن يصل إليه إنسان، أن أحاول أن أستغل مرض إنسان أو أن أستغل وباء يعني منتشر لابتزاز مواطن أو أي إنسان حتى لو لم يكن مواطنا من أجل أمنحه شهادة ليتحرك بها. يعني هذا هو الحال الذي وصلنا إليه اليوم، أن هؤلاء المسؤولين، لجنة عليا للطوارئ أو ما أدري إيش اسمها، ماذا عملت؟ لا شيء، أصدرت عملت بروتوكول وأرسلته، هل تابعت؟ هل سألت؟ هل حققت؟ هل تحققت؟ لا شيء، كل واحد جالس مع أسرته، أما في القاهرة أو في الرياض أو في الأردن
لكن هذا المواطن العالق من له؟ لا ليس له إلا الله. وهذه هي المشكلة، يعني هي ستتكرر، وسنراها في أكثر من موقف، وسنراها في أكثر من مناسبة، والسبب كله ليس هذا الموظف المسكين الآن الذي سيعاقب، ولا أنا أقول مسكين لأنه سيتحمل العبء. لماذا برأيك ستتكرر أستاذ مصطفى؟ يعني نتحدث عن ليس هذه المرة الأولى فعلا، يعني مسألة الجوازات، مسألة تجديدها، مسألة كثير من القضايا التي تم استثمارها. يعني لأنه ليس هناك جهة تحاسب ولا جهة تراقب ولا جهة تتابع. يعني الجهة الرقابية، أين من هي الجهة الرقابية التي تتابع كل هؤلاء؟ أين هم الوزراء المعنيين؟ لماذا لا يكون وزير المغتربين موجود في شرورة؟ لماذا لا يكون وزير الصحة موجود في شرورة؟ لماذا لا يكون أعضاء اللجنة العليا موجودين في شرورة؟ إيش جالسين يعملوا كل واحد مع أسرته في القاهرة أو في الرياض أو في عدن أو في عمان؟ هذا شيء معيب، ولهذا ممكن تتكرر. يعني ما هي القصة؟ هي لا تعنيهم، وكل ما يعنيهم هو إذا في دخل يكسبون من هذه المسألة. هذه هي المشكلة الحقيقية، ولهذا ممكن تتكرر كثيرا. يعني أنا لا أتوقع أنها ستكون الأخيرة، وإحنا شاهدنا يعني اليوم في عدن الناس بلا كهرباء من الفجر، من الفجر. قصة يعني هل يعقل أننا أحارب كورونا وأحارب وباء في مدينة ليس فيها كهرباء؟ يعني هذا شيء كارثي. ونفس الشيء على فكرة، ونفس الوضع في صنعاء. يعني وزير الصحة في صنعاء يطلع اليوم ان اليمن على وشك اكتشاف لقاح للكورونا او علاج للكورونا. يعني هذا شيء معيب، شيء مخزي ان يطلع وزير يحمل لقب دكتور طبيب يقول هذا الكلام. ولهذا نقول هي سلسله لا في الشرعيه ولا عند الحوثيين، كلهم غير معنيين بامر المواطن، سواء العالق في شروره او سواء المحاصر في صنعاء او في تعز. نعم. إذا كنت قبل اتصال هشام استاذ مصطفى يعني قلت لك سنتحدث عن موضوع اللجان التي يتم تشكيلها. الآن تم تشكيل لجنة للتحقيق بما حدث، يعني كمية النكات التي صدرت من اليمنيين الذين يشعروا بمرارة هذه الكلمة. إذا أردت أن تضيع قضية أو تنسيها فشكل لها لجنة، هذا متعارف عليه منذ سنوات. طيب، وهذا الذي سيتم. يعني هذه كم لجنة قد شكلت للتحقيق مع وزير أو مع نائب وزير أو مع وكيل أو مع محافظ البنك المركزي السابق أو الذي قبله؟ اللجان هي تتويه في المسألة، وخاصة في بلادنا. يعني نعلم كلنا أن تشكيل اللجنة معناه أن نموت القضية، لأنه الناس هم أو يعتبروا أن الناس ذاكرتهم ضعيفة، وبالتالي بعد أسبوع 10 أيام ستنتهي المسألة وسيدخلون في أزمة أكبر من الأزمة الأولى، وستشكل لها لجنة لمعالجتها، ثم سينسى الناس، ثم يدخلون في مشكلة أخرى. هذه يعني تشكيل اللجان هذه قصة قد مرت علينا جميعا، ونعرف نتائجها ونعرف أسبابها ونعرف ثم من سيحقق مع من. يعني هذه مسألة لا يعني الذي قاله الأخ هشام في شرورة، هذا ما عاد يعني ما هو الدليل الأكثر مما تحدث به من الابتزاز الذي يتعرض له مواطن يمني في هذه الفترة، في فترة وباء، في فترة وباء يجب أن تكون الحكومة فيها جاهزة ومستعدة أن تتعامل معه. يعني حكومة مشغولة بوحدة الصين وتناشد الصين أن تبقى دولة واحدة، بينما هي لا تستطيع أن تصل إلى منفذ في داخل البلد لإعادة مواطنيها. ولهذا تشكيل اللجنة لا أعتقد أنه سيوصلنا إلى شيء، وسنعود لهذا الموضوع بعد أسبوع، بعد أسبوعين، وسنكرره، وسنعود لنفس القصة ونفس النغمة التي كنا نسمعها. طب أنا حابة أنوه لك أستاذ مصطفى وللسادة المشاهدين أيضا أننا حاولنا التواصل مع الأخ خالد حزام، مسؤول أو مندوب القنصلية في منفذ الوديعة شرورة، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا، وكنا أردنا أن نطرح له فرصة للحديث عما حدث، ولكن كالعادة يعني لا أحد يريد أن يتحدث في مثل هذه المواضيع. إذن أستاذ مصطفى، يعني هناك من يتساءل عمليا يعني كيف تحولت الشرعية في الرياض للأسف إلى مجموعة من السماسرة والمتاجرين بأوجاع الناس وآلامهم؟ ليست هذه القضية فقط، هناك آلاف القضايا التي تم المتاجرة بها وتم تضييعها أو تمويهها. شوف، أنا أعيد الناس وأعيد تنشيط ذاكرة الذين لا يتابعون أو لا يهتمون.
في بدايه بعد بدايات الحرب، عندما نزح كثير من اليمنيين واصدرت المملكه قرار بقبولهم، ولكن على اساس تنظيم العمليه، وبداوا باعطاء ما يسمى باقامه الزائر. من تلك اللحظه بدا ابتزاز المواطن. في تلك اللحظه دخلت اموال بلا حساب الى خزانه الدوله، لا احد يعلم اين ذهبت. كل انا اتحدى واحد في الدوله غير وزير الماليه او رئيس مصلحه الجوازات والسفاره ورئاسه الجمهوريه ان يعلموا اين ذهبت هذه الاموال. لم تدخل البنك المركزي ولا ريال واحد منها، اين ذهبت؟ ابتزوا المواطنين من تلك اللحظه، وظلوا يوعد المواطنين ان هذه اقامه الزائر ستتحول الى اقامات دائمه، وهم يعلمون ان هذا الامر ما كان يمكن ان يتحقق. يعني ابتزاز المغترب اليمني مسألة صارت منهجة، صارت عملية مستمرة، مش من اليوم لكن من قبل، يعني حتى من قبل 2012 كانت موجودة، لكنها بلغت الآن مبلغا في هذا الوقت أن أبتز المهانة ولهذا الهوان. يعني وصلت إلى مرحلة أعتقد أنه صار من المخزي أن ينتمي أحد إلى هذه الحكومة ولهذه الشرعية أو أن يتمكن حتى من الدفاع عنها، وهي تمارس هذه الممارسات الدنيئة في حق مواطنين خارجين أصلا هم من بلدانهم التي كانوا يعيشون فيها، لأن لم يعد لديهم أعمال، ثم تحاصرهم في المنافذ لامتصاص وابتزاز آخر ما تبقى لديهم. يعني المسألة مش في منفذ شرور اليوم، المسألة مستمرة ودائمة والكل يعلم عنها، لكن مثل ما قلت الذاكرة ضعيفة، لا أحد يتابع، وبالتالي ستتكرر هذه المسألة. يعني أتمنى أن لا تتكرر، لكني على يقين أنها ستتكرر قريبا. نعم، إذن أستاذ مصطفى، وعلى فكرة بس قبل ما أختم معك، يعني نعم. لو تلاحظ الآن المسألة العالقين في الخارج، يعني هذا البروتوكول الذي أصدرته الحكومة، أنا أتمنى من رئيس اللجنة العليا لهذه اللجنة أن يقول لنا ما هو الذي تم حتى اليوم غير الطائرة التي الذي تم بالنسبة للعالقين الآخرين في كل عواصم العالم، في الهند، في مصر، في الأردن، وفي غيرها من العواصم. نعم، سأعود إليك أستاذ مصطفى، اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. اهلا وسهلا، مساء النور، واهلا وسهلا بالاستاذ مصطفى وبقيه الضيوف ان كان هناك ضيوف للمتابعه من البدايه. اهلا بك، كان هناك هشام البيضاني وهو احد العالقين. استاذ غمدان، بالتاكيد تابعت ما حدث اليوم للعالقين في منفذ شروره وبيان النفي ايضا الذي اصدرت الحكومه، ما هو تعليقك على كلا الحدثين؟ اولا يعني في النهاية كانت هناك كارثة إذا لم تظهر إعلاميا. ربما أنا أول الناس الذين نشروا عن هذا التفصيل الدقيق حول مسألة يعني أسعار الفحوصات، وذكرت أن الفحوصات في فرنسا تكلفة 50 يورو، في مصر تقريبا 70 دولار، وفي الأردن يعني 45 دولار إلى 50 دولار. ذكرت هذه المقارنة وذكرت ما الذي يحدث في منفذ شرورة، وذكرت هذا الشخص بالاسم. يعني في النهاية لم يعد خافيا على أحد أن يعني سواء خالد حزام او العياشي القنصل او يعني اصبحوا يعني الكلام عن انهم يعني فاسدين هو كلام يعتبر يعني مكرر وممل اساسا. يعني نحن نتحدث اليوم عن قنصليه، قنصل تعين قبل 10 او 12 عام، يعني ثلاث فترات لدبلوماسي واحد ياخذها بدون اي مراجعه على حسابات لا شيء. هناك ملايين تدخل الى حسابات القنصليه او الى ما نقولش حسابات لانه ما فيش حسابات اصلا، معظم الاموال التي تدخل بدون سندات. يعني هناك تقريبا مليون ريال يوميا يدر على القنصلية في السعودية، ولا أحد، لا حساب ولا نقاش حول هذا المبلغ الذي يدر من مدخولات القنصلية. أيضا خالد حزام، هذا الرجل تم يعني أنهى، مفترض أنه أنهى فترة عمله كقنصل
يعني كنائب القنصل في قبل 5 سنوات. يعني تصوري أن يتم تجديد 5 سنوات لشخص واحد، بينما عشرات أو مئات الشباب من المنتمين للسلك الدبلوماسي، سواء الذين كانوا مضطرين في أوروبا أو في دول خارج سواء في الدول العربية أو خارجها، كان يعني كانوا هؤلاء محتاجين فقط لتمديد سنتين يعني لتحسين أوضاع لرفقا بأوضاعهم. فيعني وقفت ضدهم كل سواء يعني من قيادة وزارة الخارجية السابقة والتي بعدها والتالية، ثم يعني يتم التمديد لهذين الشخصين أو غيرهم في هذا الوكر الهائل لتدفق الأموال في السعودية، يعني يتم تمديد لهم بدون، بالعكس يعني أضافوا يعني منحوا العياشي درجة وزير في عام 2017، يعني فوق هذا كله زادوا أعطوهم صلاحيات أعلى يعني أو امتيازات صلاحيات أعلى. نعم يعني أصبحت القنصلية دولة منفصلة داخل الرياض، وأعتقد أنه المسؤولين الكبار مستفيدين من بقاء. نعم وأعتقد أن يعني كل من يعني هو مغترب في السعودية عانى ويعاني من القنصلية، من تعاملها، من ابتزازها، من السندات، من المبالغ التي تؤخذ حتى بدون سندات. يعني هناك مبالغ كثيرة تدفع في أثناء التجديد، الجوازات أو استخراج شهادات الميلاد دون أخذ يعني سند عليها. أستاذ غمدان، يعني ما حصل للعالقين ربما لو لم يتم كشفه من قبل السلطات السعودية لا استمر ولا مر مرور الكرام كغيره من الابتزازات الكثيرة التي تقوم بها الشرعية تجاه مواطنيها، هل تتوقع ذلك؟ بالضبط. يعني أنا بصراحة أعول على الضغط المجتمعي، ضغط وسائل التواصل، برامج مثل هذه يمكن أن تساند. يعني الحركة التي حدثت من أمس حتى اليوم، يعني الحراك الإعلامي الذي حدث وضغط باتجاه كشف هذه الفضيحة في منفذ، في النهاية حرك المياه الراكدة إلى حد ما. وأعتقد أنه هناك معلومات تقول أن هذه الفحوصات سيصبح تكاليفها بالتنسيق مع السلطات السعودية وغيرها فربما لن تزيد على 200 ريال سعودي. أنا يعني تخيلي الفارق، هذا الحديث الآن يدور في أوساط الحكومة، وبعد أن كان المبلغ 1300 ريال. وأيضا يعني أعتقد إذا لم يكن هناك فضيحة كبيرة فأعتقد أنه إعادة المبالغ اليوم التي بدأت إعادة المبالغ فعليا، وهناك تواصلنا بشباب في المنفذ واستلموا المبلغ الذي كان فرض عليهم، المبلغ 1300 ريال. وهذا يعني أن الضغط المجتمعي، الضغط الإعلامي الذي حصل ربما يعني ساهم في إعادة هذه المبالغ وتحريك. نعم لكن أولا عند هذه النقطة أستاذ غمدان، هذه ليست القضية الأولى التي يثار ضدها الإعلام ويتجهش لها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة أن الحكومة تعي تماما بأنها موجة وسيهدؤون، وبالتالي هي تعمل على هذا الأساس. يعني تمام أوكي بنسكتكم بتشكيل لجنة وبقرار بيان وإحنا ما نعرفش والدنيا سلامات، بعدها لا الناشطين بيستمروا في مطالباتهم أو في كشف يعني ما تقوم به الشرعية أو سماسرة الشرعية في بعض الأماكن، وهي تركن على هذا الأمر. لا اعتقد انه يعني ان اليمني يعني الناشطين اليمنيين او الاعلاميين او يمكن ان يعدوا مثل هذه الامور، خصوصا ان مثل هذه يعني الفضيحه ظهرت يعني لم يكن احد يستطيع تجاوزها. لا يعني موضوع انساني بحت بدرجه اساسيه، فاعتقد انه نحن معنيين بهذا الشان، الجميع معني بان يقف في وجه كل حاله. يعني اعتقد انه نحن بحاجه حتى لعمل تكتل، لانه اصبح المغترب في السعوديه تحديدا هو مصدر ابتزاز، اصبح هذا المغترب يمتص دمه سواء من ابتداء من يعني الخارجيه والقنصليه والحكومه الى المنفذ الى يعني هناك كوارث ايضا تحدث اذا يعني للمغتربين الذين يخرجون الى اليمن. حجم الرسوم التي يدفعها في المنفذ يعني مبالغ مهوله، سواء منها تامين ومنها مدري ايش، ولا احد يستفيد من هذه المبالغ على الاطلاق. يعني مفترض انه مبالغ التامين التي تدفع ايضا في المنفذ، الى اين تذهب هذه المبالغ؟ لشركات مرتبطه بقيادات الحكومه من الرئاسه الى اصغر مسؤول في الخارجيه. يعني
كل هذه المبالغ يفترض أننا يعني نبدأ بفرزها تدريجيا اليوم، وأن يتم يعني تفعيل هذا الموضوع من جميع. يعني حقيقة أستاذ غمدان، فقط يعني مجرد أن تم فتح هذا الملف وهو جزء يسير جدا مما يحدث، كثير من رسائل المتابعين على صفحة القناة في الفيسبوك يتحدثوا كيف تحولت المبالغ. يعني استخراج شهادة ميلاد كانت بمئة تحولت إلى 350، جواز كان بكذا وتحول إلى كذا، تريبتك ب 700، مش عارفة كم. يعني كثير من المبالغ المهولة التي يعني تقسم ظهر هذا المواطن الذي أصلا عليه كثير من الإجراءات والضغوط من قبل الحكومة السعودية. اسمح لي أستاذ غمدان سأعود إليك لمناقشة هذه النقطة، ولكن بعد أن أذهب للأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، وجود الحكومة في المنفى خلال هذه الفترة ربما هو ما يجعل كل فترة تظهر مشكلة، وكما تفضلت بأنه لا يوجد حسيب يتابع أو يسائل هذه الحكومة. تحدث الأستاذ غمدان عن استمرار بعض الأشخاص وتجديد مدة لهم يعني لأكثر من فترة، يعني من 2015 إلى حتى الآن 5 سنوات ليست بالقليلة. بعضهم تمنح لهم امتيازات، يعني كلما كنت مقرب من السلطة أو من هذه الحكومة فمكانك مستمر وكرسيك سيبقى إن لم تمنح امتيازات أكثر. شوفي، قصة التمديد للدبلوماسيين، أنا حتى كنت يعني أولا لو كان التمديد يتم على أساس الكفاءة لتجاوزنا، لقلنا والله هذا الرجل كفو يستاهل. الآن أنا أعطيك مثال على قصة المبالغ التي ذكرها الأخ العزيز غمدان التي لا نعلم أين تذهب. الجواز اليمني عندما تتم طباعته تكلم ما بين 3 إلى 8 دولار حسب الإجراءات التجهيزات الأمنية داخل الجواز. عندما يباع على المواطن اليمني يباع ب 100 دولار أغلى من الجواز الأمريكي ب 180 أستاذ مصطفى أو 180، لأنه كان آخر مرة طلعته هنا بمبلغ أقل. ولكن طيب 180 بينما سعره يعني تكلفة طباعته 8 دولار، أين تذهب هذه الفوارغ؟ سيقال أنها تذهب إلى مصلحة الضرائب ومصلحة الجوازات. أنا كنت سفير في 5 سفرات وأعلم أنها ليس كل هذه المبالغ تذهب. يعني إحنا كنا المبلغ كان وقتها حين أتذكر كان بحدود 80 إلى 100 دولار، يعتمد الطالب أقل، لكن أنا أتحدث عن فوارغ في كل الإجراءات التي يضطر المغترب أو اليمني الموجود في الخارج أن يحصل عليها، يعني أنها تطبق عليه، ما بين استخراج جواز، شهادة ميلاد. وعلى فكرة في إجراءات كثيرة إدارية يجب أن تكون مجانية، ومع ذلك يدفع المغترب اليمني قيمتها وهو يضطر أن يدفعها حرصا على وقته، حتى لا يتعطل عن عمله، أو حتى لأنه ما عنده أجازة أو لأنه مستعجل. يعني هذه القضايا التي نعرفها. وبالتالي ابتزاز المغترب هي مسألة ممنهجة، مسألة صارت جزء من النظام، ليست نظامية ولكنها أصبحت شيئا معروفا وشيئا يمارسه الجميع باعتراف الجميع وبصمت الجميع عنه. الذي أقوله الأخ غمدان إن قصة التجاوز هذه المسألة العالقين، أنا متأكد أننا سنتجاوزها. نحن تحدثنا قبل فترة عن أخطاء كثيرة وعن ممارسات تمت ضد المواطن اليمني، سواء كان مغتربا أو مقيما في دولة أجنبية أو مسافر وتعرقل في السفر. ثم ننسى يعني تأتي قضية أكبر منها. إحنا قبل أشهر كنا نتكلم عن الكوليرا، اليوم نتكلم عن الكورونا، بعد يومين سنتكلم عن المغترب العالق، بعد 3 أيام سنعود إلى قضية الكهرباء. يعني هناك قضايا تتراكم حول اليمني بحيث مش قادرين نلاحق أي قضية هي الأهم. والعقدة الحقيقية التي يجب أن نعترف عليها أن هذه الشرعية غير قادرة وغير كفؤة وغير مؤهلة أن تدير هذا البلد. مش قادرة تدير منفذ فيه 3000 عالق. منفذ يعني لا تستطيع أن تتكفل بفحص هؤلاء مجانا. مرتب الوزير 10,000 دولار، لو تبرعت هذه الحكومة بمرتب 3 أشهر بتطلع 1,000,000 دولار أو 2,000,000 دولار من مصاريفها التي تستلمها بدون أن تعود على المواطن بأي نفع.
ممكن أن تنقذ هؤلاء العالقين مش بس في منفذ شرورة، تنقذهم حتى في الأردن وتنقذهم في مصر وتنقذهم في الهند. لكن هي تصدر بيان، تصدر مصفوفات، تصدر مشغولة بوحدة الصين، مشغولة بقضايا لا علاقة لليمني بها لا من قريب ولا من بعيد، بينما هم اليمني هو أبعد ما يكون عن همها وأبعد ما يكون عن عقلها وأبعد ما يكون حتى عن متابعة هي كمتابعة خبرية على الأقل. هي تخشى فقط من هذه الحملة الإعلامية لأنها صارت تزعجها وستحاول مثل ما تفضلت أنت قبل قليل ستشكل لها لجنة وسيعتقد الناس أن هذه اللجنة ستصل إلى نتيجة. وأنا أقول وأنا على يقين أن هذه اللجنة لو أزاحها ستزيح حازم هذا الموظف المسكين الذي موجود في شرورة وسيبقى الآخرين آمنين في مواقعهم للأسف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى النعمان الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر سكايب من المنامة. عودة إليك أستاذ غمدان. أستاذ غمدان، نحن نتحدث عن هذه المبالغ التي تطلب من المواطن، يعني ربما أحد الإخوة وهو يحدثنا يعني هنا على صفحة القناة على البث المباشر اسمه محمد صالح، 1300 مطلوب منك فحص كورونا، 700 تريبتك للسيارة، 600 خروج وعودة، 300 تدفعها في المنفذ مش عارفة حقيش بالضبط، 1000 ريال قدرها مصاريف، و 9000 إذا أنت حابب تجدد إقامتك، وختمها ب يعني نكتة أنه 600 ريال تحجزها للقبر علشان توصل تقبر نفسك، يعني حدود 14000 ريال سعودي فقط علشان تخرج لبلدك. يعني شيء مرعب حقيقة أن يعني يطلب من المواطن مثل هذه المبالغ، مواطن ذهب مغترب أو مريض للعلاج أو ذهب معتمر وتطلب منه أن يدفع كل هذه المبالغ، ما تعليقك؟ أذكر أنه هذه المبالغ بدأنا كنا نتحدث عنها في أيام حكومة الدكتور بن دخر، وأذكر أنه أيامها أحد المسؤولين المقربين من الدكتور محمد بن دخر قال لي لا يعني هذا الموضوع يستحيل النقاش فيه لأنه هذا الموضوع مرتبط ب يعني في وكلاء مندوبين مبالغ خاصة تذهب إلى مكتب رئيس الجمهورية جزء منها وجزء منها لمكتب نائب رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك تتوالى بقية المبالغ إلى وزير الخارجية إلى الحكومة إلى كل يعني كل مسؤولية الدولة يعتاشون من منفذ الوديعة. اليوم نتحدث فيها على الهراء ونقول إنه يعني إذا كان غريمك يعني رئيس الجمهورية ونائب الرئيس فمن نطالب يعني ما الذي تبقى للناس يعني حين يتحدث اليوم هذا الشخص عن يعني معقول يعني أستاذ غمدان دعني يعني أتوقف عند هذه العبارة، معقول يعني أن يكون الرئيس ونائبه ايضا مستفيدين من نعم انا اتحدث وهذا يعني ليس اتحدث يعني بكل صراحه واقول انه كل هؤلاء يتسلمون مبالغ من المنفذ وتصلهم ميزانيتهم بشكل دائم، ويعني وبالتالي يعني اعتقد انه ذكروا احد المسؤولين الذي كان يعني قيادي حوثي ثم تم تعيينه في المنفذ ثم بعد ذلك يعني جاء بمسؤول عسكري اخر، كل هؤلاء الاشخاص يعني يحتاجون من 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 مدخولات المنفذ، واتحدى انه يظهر بيان من مكتب رئيس الجمهوريه ومكتب نائب الرئيس ويفصلوا فين تذهب هذه المبالغ وياتوا لنا بكم عدد من المواطنين الذين خرجوا بسياراتهم ودفعوا يعني مبالغ رسوم التريبتك ورسوم يعني التامين ورسوم الخروج وكل هذه المبالغ، يعني خلال 5 سنوات أين ذهبت هذه المبالغ وفي أي يعني محاور تم تصريفها أو في أي مجالات اقتصادية أو في أي لا يعني أنا أتحدى الجميع اليوم أن يثبتوا أن هذه المبالغ ذهبت فعلا يعني استفادت منها الدولة. كل هذه المبالغ ذهبت لحسابات شخصية وتذهب لحسابات شخصية، وأنا أتمنى من يعني من الشباب الواعي في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتشكيل تكتل
لتحريك مثل هذه الملفات، لا أن يبقوا فقط معتمدين على وسائل التواصل التي يتحدث بها يعني الإعلاميين أو الناشطين من خارج المملكة. في النهاية يعني المملكة لن تمنعهم من تشكيل تكتل ليناقش يعني قضاياهم في داخل المملكة العربية السعودية بما يتواءم مع قوانين المملكة في النهاية، يعني بحيث أنه يتم إيصال أصواتهم، القضايا تتم يعني مناقشتها بشكل دائم، لا أن تكون فقط مثل هذه القضايا قضايا آنية كما تحدث الأستاذ مصطفى نعمان. يعني هذه القضايا يجب أن تبقى فعالة، يعني أن يجب أن يطرح مثل هذا النقاش، لماذا تدفع مبالغ التريبتك ومن الذي يستفيد منه المغترب أو السائق، لماذا تدفع مبالغ التأمين والسيارات تتقلب في الخطوط ولا يعني ولا يتم مساعدة مثل هؤلاء السائقين من المغتربين، يعني مبالغ الخروج من المنفذ، لماذا يدفع 300 ريال للخروج من المنفذ؟ كل هذه الأمور يجب أن تبقى حية، يجب أن يتم تشكيل يعني هذه رؤية الموضوع. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أشكر لكم أيضا متابعينا الكرام لحسن مشاهدتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.